بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة. اليوم إن شاء الله راح نكمل درسنا فيما يخص 2 Dimension Drawing Modification in AutoCAD، أي إجراء التعديلات على الرسومات ثنائية الأبعاد في برنامج الأوتوكاد. اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن إعاز Stretch وبقية الإعازات اللي معناه استطالة. وطبعا هذا الإعاز يعمل وظيفتين، الوظيفة الأولى كوظيفة النقل الموف الحركة، والوظيفة الثانية هي سحب وحركة الجزء المحدد. نجي وحدة وحدة. بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي يعمل بها عمل الموف، مثلا عندنا هذا الشكل اللي يتكون من مقطعين، المقطع الأول مثل ما تلاحظ هذا، والمقطع الثاني هذا، أي أن الشكل ليس قطعة واحدة وإنما جزئين. نجي نشوف الإعاز شلون يشتغل. نختار إما منا Stretch أو نكتب شريط الكوماند. بعد أن اختارينا الإعاز يطلع لنا Select Object. فأكو طريقتين بالSelect، يا إما تخلي المؤشر على الأوبجكت نفسه وتختاره، أو تحدد مثلا هنا نختار الشكل Select على الأوبجكت نفسه، بعدين Right Click، ومثل إعاز الموف أيضا نختار نقطة المسك، يعني نمسك منها الشكل ونحركه مثل ما نلاحظ هذا ماخذ كإعاز الموف، لكن احنا بمن جاي نشتغل بالستريتش. هاي الطريقة الأولى نعيدها، قلنا منا نروح نختار الإعاز أو منا ستريتش سيليكت أوبجكت نختار الشكل، أي بس هذا المقطع، فقط هذا المقطع، رايت كليك ونختار نقطة المسك أي وحدة نمسك من عندها ونحرك الشكل، نعطي إحداثيات للنقطة الثانية أو بواسطة الماوس. لاحظنا أنه فقط هاي القطعة تحركت. الطريقة الثانية نستخدمها بواسطة Stretch اللي هي حركة جزء معين مع بقاء ارتباطه بالجزء الأصلي. شلون؟ نختار الإعاز، هنا أنا ما راح نسوي كليك على الأوبجكت نفسه وإنما نحدده بهذا التحديد بالسيلكت، أي سيلكت نختار ويندو سيلكت، يعني نخلي نافذة نحدد بها. هسه اختارينا هذا المقطع، رايت كليك نختار نقطة نمسك من عدها ونحرك، مثل ما نلاحظ أنه هذا الشكل بقى مرتبط بهذا المستطيل الصغير، بقى مرتبط بالمستطيل الكبير. لاحظنا شنو الفرق بين هذه الطريقة والطريقة قبلها. هذا فيما يخص Stretch. نرجع خطوة Undo Stretch، نعيدها، نختارها، نحدد على شكل Window Selection، Right Click أو Enter، نختار نقطة نمسك من عدها الشكل، أي نقطة هاي حتى أخارج الجسم بإحداثيات معينة، مثلا اختارينا هاي النقطة. النقطة الثانية نقدر نختارها بواسطة الماوس أو نعطي إحداثيات لأي نقطة ثانية احنا نريد نحرك الشكل عليها حسب النقطة اللي ماسكين من عدها احنا. هسه راح نتكلم عن إعاز آخر اللي هو Trim، القطع، يعني قطع الخطوط الزائدة. مثلا احنا راسمين مستطيلين
متقاطعين بنقطة معينة. أريد أمسح التداخلات، شلون أمسح التداخلات؟ نختار لعازة ترم، راح يطلع بشريط الكوماند Select Objects or Select All، نقدر نختار جميع الأشكال المتقاطعة، بعدها رايت كليك، بعدين نمسح الخطوط اللي نريد نمسحها، أي خط نريد نمسحه راح نمسحه، مثلا هذا متداخل هنا نمسحه، هذا متداخل أيضا نمسحه، هذا نمسحه، مجرد كليك أيسر لفت كليك، مثل ما لاحظنا أنه صفينا الشكل بواسطة إيعاز الترم، بعدين رايت كليك انتر، أي خطوط متقاطعة، دوائر أي شكل، مثلا هاي دائرة وهاي دائرة ثانية، لازم نخليها متقاطعة معاها. أريد أمسح التداخلات بيناتهن، أختار عازل ترم، وأقدر أكتب ترم بشريط الكوماند وأنتر، بعدين نحدد كل الأشكال، رايت كليك، بعدين أمسح الخطوط اللي عاملة تداخل، أنتر. هذا فيما يخص إعاز الترم. الآن ننتقل إلى إعاز آخر من إعازات الموديفاي اللي هو الإكستند، معناها الاستطالة أو الإيصال، نريد نوصل خط إلى خط آخر أو قوس إلى خط، وبقية الأشكال أيضا، مثلا هنا عندنا أريد أوصل هذا الخط اللي هنا بالمنتصف، أوصله إلى هذا الخط العمودي عليه، هذا الخط العمودي أوصله إلى هذا الخط الأفقي، شلون أعمل إيصال؟ أختار لعاز إكستند، بعدين أختار الخط الأول اللي أريد أوصل له، رايت كليك وأختار الخط الثاني، هذا إيعاز الإكستند. أيضا بعد أن عملت هذه الخطوط اللي على شكل حرف تي، وعندي مثلا خط هنا آخر، هم راح نحاول بواسطة إيعاز الإكستند اختار الخط الثابت الأول رايت كليك واختار الخط الثاني، نلاحظ أنه ما يتقبله، ليش؟ لأن اثنينهن على مستوى واحد وأفقيات، فالأفضل أنه تكون عندما أستخدم طريقة الإكستند عندما تكون الخطوط متعامدة عندي، مثلا هذا الخط إذا عابر هنا شوية عابر فوق هذا الخط الأفقي راح نقدر نوصل هذا الخط إلى هذه القطعة من الرسم. هذا بالنسبة إلى إعاز الإكستند. أيضا مثل ما تلاحظ هنا عندنا كيرف وعندنا لاين، أقدر أوصل هذا الكيرف إلى هذا اللاين بطريقة الإكستند، نختار الإكستند، نختار الهدف مالتنا التارجت يعني الخط اللي نريد نوصل له، رايت كليك ونختار القوس. طبعا طريقة إيصال القوس بهذا الخط تعتمد على اختيار الطرف، طرف القوس، إذا اختارينا هذا الطرف راح هو يجي وين؟ إلى اللاين، وإذا اختارينا هذا الطرف أيضا هو اللي راح يفتر منه ويرجع. نعيد الخطوة، قلنا إذا كليك هنا على هذا الطرف الكيرف هو اللي راح يوصل إلى اللاين، نرجع، إذا عملنا كليك على هذا الطرف الثاني راح يجي هذا الطرف الثاني يوصل إلى اللاين، انتر. الآن وبعد قليل سنتحدث عن هذه الإعازات الثلاثة اللي هي متقاربة بالوظيفة، اللي هي عندنا البريك، بريك ات بوينت، وبريك وجوين.
نجي للإيعاز الأول البريك، أي تعمل قطع للخط المستقيم عند نقطة معينة. مثل ما تلاحظ هنا عندنا هذا المستطيل كامل اللي هو قطعة وحدة أوبجكت واحد، وأيضا مثلا هذا الخط عندنا قطعة وحدة مستقيمة أوبجكت واحد. يعني عندما نختار البريك راح يطلب من عندنا Select Object، اختار الشكل نختاره. بعد أن اختارنا يطلب من عندنا البريك بوينت، يعني النقطة اللي راح تفصل الشكل. هذه النقطة راح تفصل الشكل، ما تخلي قطعة واحدة. فإما أنت تعرف إحداثياتها أو تختارها على الشكل حسب المكان اللي أنت تختاره. مثلا هنا بعد أن عملنا كليك ليفت كليك على النقطة، نجي نختبر الشكل هل هو قطعة واحدة أم قطعتين. مثل ما نلاحظ جزأنا الشكل إلى قطعتين، هاي قطعة وهاي القطعة الثانية. وأيضا نعيد هذا الإعاز على اللاين، مثل ما نلاحظ أنه اللاين الآن قطعة واحدة. نختار break at point، نحدد الأوبجكت مالتنا اللاين، بعدين النقطة اللي يريد نفصل من يمها الشكل مثلا بالمنتصف. الآن نجي نتأكد أنه break at point عمل فصل للخط المستقيم سواء قطعتين أو بعد قطعة واحدة. نلاحظ أنه سواء قطعتين، هاي القطعة احنا مختاريها وهاي القطعة الثانية. هذا فيما يخص البريك آت بوينت. الآن راح نجي للإعاز الآخر اللي هو البريك. شنو فرقه عن البريك آت بوينت؟ البريك آت بوينت نفس الأوبجكت يفصله إلى اثنين، لكن إعاز البريك هناك قلنا البريك آت بوينت يفصله إلى اثنين قطعتين. عندنا البريك وحدة راح يشيل لنا قطعة من الرسم، هاي القطعة احنا نحددها بنقطتين. مثلا جينا هسه هذا المستطيل كله قطعة واحدة، اريد اشيل قطعة منا الى هنا، فاعمل كليك على الاوبجكت. طبعا النقطة الاولى راح ياخذها اوتوماتيكيا على المكان اللي عملت بيه كليك او حددته، واقدر اغير هذا المكان، يعني اغير القصم من هذا المكان عن اي طريق. اختار رايت كليك، اختار فيرست بوينت، اختار مثلا مو من المكان اللي عملت عليه كليك مثلا منها. بعدين يطلب النقطة الثانية، النقطة الثانية انا وين اخليها؟ راح يقطع هذه القطعة. مثل ما نلاحظ حددنا النقطة الاولى هنا والنقطة الثانية هنا، فقطع هذه القطعة من المستطيل. نكرره مثلا على هذا اللاين، نكرر الإعاز، نختار بريك سيليكت اوبجكت، راح اترك هنا أنا. اعتبر النقطة اللي سويت عليها كليك هي النقطة الاولى، واختار النقطة الثانية. مثل ما نلاحظ قطع هذه القطعة من الخط المستقيم. هذا فيما يخص إعاز البريك. الآن نتكلم عن إعاز جوين، ربط، أي ربط خطين مفصولين. بعد أن اختارنا راح يختار يعطينا select source object or multiple objects to join at once. نقدر نختار خطين كل واحد على حده فراح يرتبطن اذا كان مفصولات. نعيده join، نعمل select right click، هاي طريقة الاولى. الطريقة الثانية انه نختار كل واحد على حده، join نختار الاوبجكت الاول right click، نختار الاوبجكت الثاني right click.
سواه هذا قطعة واحدة. عندنا مثلا هذا الخط الثاني أيضا متكون من قطعتين تفصلهم نقطة، يعني يختلف عن الخطين الأوليات كانوا المعزولات كل واحدة على حدة. يعني نعيد، ربطنا هذين الخطين اللي هن يبعدان مسافة واحدة عن الآخر، لكن هذا النوع الثاني مثل ما نلاحظ الخطوط تفصلهن مجرد نقطة اللي هي هاي النقطة. ذني أيضا إذا نريد نعملهن قطعة واحدة بأوبجكت واحد نختار جوين، نختار الخط الأول رايت كليك، ونختار الخط الثاني رايت كليك. هذا فيما يخص إعاز جوين.